يستقبل الكره ويسرع لدانيال فاش على الجهه اليمنى. دانيال فاش والتسديده بعيده. هذه الكرة على جوهرت الذي لم يضمن بعد مكانته كأساسي. بيكفورد خلفه انطلق من هناك على الجهة اليسرى. يراوغ الأول يدخل نايمار ولكنها بعيد. دانيال فاش أولالا يرجع للخلف لباولينيو. أولالا التسديدة من باولينيو بعيدة تماما راحت عالية فوق المرمى. أولالا با 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 رائعة. يا سلام باليسرى نايمار حطها لجابرييل جيسوس. نستمتع تارة بالمراوغة ونستمتع تارة بالتمريرة، نستمتع بالمراوغة وبالهدف ولكن قلما نستمتع بتمريرة. شوف التمريرة باليسرى لديك فريق عنده القول. نايمار استلم الكرة في الوسط يبحث عن جابرييل. أي تسلل نيمار يفنن ايضا في التمريرات نتاعو. يا هيدا القائمة الثانية با 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 خطيرة. نيمار كوتشينيو لنيمار. رائعة جدا هذه الكرة من كوتشينيو في اتجاه نيمار والتغطية الدفاعية اروع وجوار في المكان المناسب. نيمار خطيرة جيسوس با 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 الدفاع الحارس جوهارت ينقذ انجلترا. ما زالت سحرتهم وسحروا بها العالم. الكره جابرييل جيسوس هنالك من جابرييل جيسوس كانت رائعه في العمق. لهم في الخلف راشفورد. اولالا الكره سهله لبيكير اليسون حارس مرمى روما. حكم هنا القى الخطا ضد المدافع. الكره العرضيه هايله خطيره. اولالا جابرييل جيسوس سقط. التسديده كانت من دانيال فاش بعيده تماما راحت فوق المرمى. بعد 14 دقيقه لعب منذ انطلاقه الشوط. شوف مراقبه الكره بالبراعه اللازمه والمراقبه. بيرتروند على الجهه اليسرى. بيرتروند وجده نيمار. نيمار والدفاع. ثاني مباراه يلعبها مع منتخب البرازيل. يا فرناندينيو التسديده القويه من فرناندينيو. كنت أتحدث عن تامي أبراهام 20 سنة في عمره يدخل في هذه اللحظات. وانطلق من هناك الكرة من سولانكي الأولى يلعبها الجهة اليسرى. كرة خطيرة بيرتروند. الدفاع